النجم التونسي في الاهلي علي معلول، ايه ازمته مع الاهلي؟ ايه حكايه علي معلول بجد؟ اتسال الكابتن سيد عبد الحفيظ في الام بي سي، نشوف ايه ازمه علي معلول مع الاهلي. طيب ازاي احتويته ازمه علي معلول لانه كان غاضب في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا؟ لا انا كلامي مع علي معلول، علي معلول ده واحد اهلاوي تحس ان هو اهلاوي اب عن جد يعني، تمام؟ وعلي معلول يمكن الناس انا اعرفه كويس جدا جدا لانه بداياته كنت انا موجود، كانت موجود كنت من الناس اللي هي يعني كان علي اول ما جه كنت انا موجود، لكن علي ده في مباراه مثلا مباراه زي مباراه الوداد في نهائي 2017 يعني، ده واحد لعب على شد كان عالي جدا وكان قوي جدا، وفضل يلعب عليه 5 دقايق الاخيره في مباراه الوداد هنا اللي انتهت 1-1 لو انت فاكرها يعني، لحد ما الاتماد كان عالي جدا كبر جدا وما شاركش في المباراه الثانيه، ومفروض مباراه وفاء الصيف اللي كانت في الموسم اللي بعده في قبل النهائي اللي كان في استاد السلام لو تفتكر برضه شارك باجهاد في العضله وهو عايز يلعب ويشارك ويكون متواجد يعني. فعلي اكبر من اي كلام ممكن يتقال عليه الحقيقه خالص يعني. ثانيا على المستوى الشخصي احنا لا بنتعامل مع علي ان هو واحد من بلد ثانيه ولا حاجه، ولا هو بيتعامل معانا ان هو من بلد ثانيه. اكيد. علي تحس ان هو واحد من تربي من جوه النادي الاهلي بروحه واصراره وعزيمته. فاي كلام بيتقال مش على علي بس او اي حاجه على اي حد ثاني احنا لا بنركز فيها ولا بنديها اهتمام. تمام. طيب هل في تمديد لعقده، تجديد لعقده، اي حاجه بمناسبه عقد علي معلول؟ انا قلت لك يعني من دقيقه واحده قلت لك علي بتحس ان هو يعني واحد اهلاوي ابا عن جد يعني، لكن في النهايه بتخش في عالم الاحتراف. طبعا يعني في الفتره اللي جايه ممكن يبقى فيه يعني اهتمام، مش اهتمام يعني، نوع من الملفات اللي ممكن نقفلها بدري بدري يعني، وده نهجنا وده طريقتنا في التعامل في الملفات اللي هي بتاعت التجديدات للمواسم اللي جايه. طيب مفيش اي مشكله، علي معلول واحد من اللعيبه الكبار الملتزمين المنضبطين المحبين جدا للفريق. يعني هي محاوله لعمل مشكله، كويس ان مدير الكره يطلع يوضحها. طيب